بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أخوان متابعينا، اليوم ردنا نشوفكم نتائج تطعيم العنب. طبعا كنا مشغولين ما صورنا لكم طريقة التطعيم، بس راح نشوفكم النتائج بسم الله ما شاء الله. صورت لكم الغلاف حتى تعرفون هذا الغلاف ضروري تخلوه فوق الكيس التطعيم. وهاي التطعيم ما شاء الله مثل ما واضح قدامكم، هاي برعمين اثنين طاقات خير من الله، ودائما ثقبولهن يومية كتلة ايام تسوي ثقب صغير حال ما تطلع الفرعة من الثقب وتوخر النايلون ذاك الوقت. ان شاء الله واضح التصوير، الشمس فوقانا. واو، هذا عنب الياقوت، الجو الصنف من الاصناف العراقية المحلية القديمة. حبينا نغير هذا الصنف حتى يكون عندنا اصلا هذا الياقوت كمية اكبر. ترجع الغلاف بعد ما سويت الثقب. هذا طعمنا 7-2، حاليا احنا 6-3، يعني اقل من شهر بيومين. نتائج مبشرة. طبعا الطعام كلها طعمناه نفس الوضعية هاي، كل الناجحات لله الحمد. طعمناه على الكمالي العراقي او على الصنف المر. راح نشوفكم الصنف المر اللي طعمناه ايضا عليه. اخوان هذا الصنف المر اللي طعمنا عليه، لازم نشده حتى شنو بالهواء ما يطير النايلون الغطاء، حتى شنو ما يحرق القلم عندك. بسم الله ما شاء الله. شوف واضح، ان شاء الله واضح التصوير وشوفونه. الطعم عبارة عن قلم بعين وحدة كلش كافية، لا تخلي عينين او ثلاثة ما بين فائدة، عين وحدة كلش كافية. هذا صنف مر امريكي يعني خاص للتطعيم. هتلاقون فوارق بالنمو، فوارق بسيطة جدا، يعني ذيك عمرها اكبر وهاي اصغر، بس شيء على شيء. هات تطعيمه ناجحة، وان شاء الله بعد شهر هتلقونه صاير متر 50 سنتيم اقل شيء، وباقي الطعوم ايضا كلها ناجحة. العنب من الاسهل الشغلات بالتطعيم، تبرد القلم وتسوي شق بالاصل او بالقلم، قلم على قلم الطعم عادي ماكو مشكلة، بس داخل بيت بلاستيكي. اما اذا شجرة ما عاجبتك صنفها تقصها على ارتفاع شبر 20-30 سنتيم، واذا كان العضد مالت مثلا خشن تقدر تسوي طعمين، طعم هذا الجانب وطعم الجانب الثاني، حتى شنو اثنيناتهم ينجحن عندك ويصيرن ما شاء الله. يعني خاف يعني تقول يبقى فراغ شيء، حط طعمين. هذا كل ما موجود وحبينا نوضحه لكم. الان افضل فترة يعني للزراعة، طبعا افضل هي بشهر 9 و10 و11، اما الان المرحلة الثانية افضل من الصيف، افضل من شهر الرابع. توكلوا وزرعوا ان شاء الله، واحموا زرعكم من الصيف القادم بالاسمدة اللي حافظ لك على النباتات من العوامل الجوية. تحياتي وسلامة الجميع، مع السلامة.